إنجيل النهاردة الكلمات البسيطة اللي احنا سمعناها 4 فقط آيات، لكن إلى حد ما بيكون صعب إن احنا نقبلهم ونفهمهم. الرب بيقول لنا لا تخافوا 3 مرات، لا تخافوا، لكن لما يكون عندنا صعوبات كتير في حياتنا، لما نتعرض إلى آلام وبنتعرض إلى ضغوط، بيتسرب داخلنا شعور الخوف. ولما بنشوف إنسان في أزمة أو إحنا بنمر بأزمة، بنشك أحياناً في كلام الرب يسوع اللي بيقول أنتم أسمن من عصافير كثيرة، ولو عصفور واحد سقط مش هيسقط بدون علمي ومشيئتي، حتى إن شعر رؤوسكم جميعها معدودة. طب إزاي يا رب؟ إزاي وأنا بمر بمشكلة ما؟ إزاي وأنا في ضيقة ما؟ إزاي بشوف إنسان صغير مثلا تعبان أو محروم من شيء ضروري في الحياة؟ القديسة لوتشيا في تاريخها حقف عند نقطتين بس في حياتها. النقطة الأولى هي دعوتها، جت في سن صغير قوي زي الأطفال كده، تقريباً 13-14 سنة، و13-14 سنة تمسكت تماماً بدعوتها قدام كل الضغوط. وده بيعلمنا حاجة مهمة قوي، إن يكون عندنا إيمان كإيمان الأطفال. إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. ليه الطفل بالذات إيمانه أقوى مننا الكبار؟ لأنه بيصدق في كلام والدي، حتى لو بدأ الأمر غريب. هديكم مثل بسيط من الكتاب، مش هروح بعيد. في حادثة إبراهيم وإسحاق ابنه، لما طلعوا على الجبل، إسحاق سأل سؤال بسيط للغاية وطبيعي جداً، شاف إن كل شيء معد، وسأل أين الحمل للمحرقة؟ أبو إبراهيم قال له إيه؟ معرفش يرد، فهرب من الإجابة إزاي؟ قال له الله يرى حملاً للمحرقة يا ابني. طب إحنا في صحراء في جبل، ربنا هيشوف من فين حمل؟ هيبعت من فين حمل؟ هينزل حمل من السماء؟ هيجي من فين الحمل؟ لم يسأل إسحاق، لم يسأل إسحاق أبيه، لكن صدق، صدق في كلام أبوه. وهذه النقطة اللي هي مميزة جدا عند الأطفال، يمكن عندنا ككبار بنحسبها، بيصدقوا بالكلمة اللي بتتقال. عشان كده ربنا بيطلب مننا إيه؟ إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. تذكر حكاية بسيطة كده، يمكن حكيتها قبل كده، البعض ممكن يكون سمعها مني، إنه كان في ولدين، واحد في تانية إعدادي
واحد في السنة ثالثة ابتدائي، قاعدين على شط البحر، فهم بيتأملوا في المية ووقت الغروب، لقوا أنه الشمس بتنزل شوية شوية إلى سطح المية ثم تختفي. فالولد الكبير بيقول للأخو الصغير، هو بابا مش قال أنه الأرض كروية، الأرض بتلف حوالين الشمس؟ أديك شايف أهو الشمس هي اللي بتلف حوالينا وإحنا قاعدين ثابتين. الولد الصغير اللي في ثالثة ابتدائي قال إيه؟ قال إزاي؟ أنا معرفش، لكن أنا مصدق بابا. هي دي النقطة، نصدق في مواعيد الله. ربنا بيقول في إنجيل النهاردة لا تخافوا، بس إحنا بنخاف. أنتم أسمن من عصافير كتيرة، بس إحنا شاعرين وبنشك لما بنلقى نفسنا في ضغوط. محتاجين هذا الإيمان، إن إحنا نصدق. ربنا بيقول جئت لتكون لهم الحياة والحياة وتكون لهم أفضل، إنجيل القديس يوحنا الإصحاح العاشر العدد العاشر. وبنشك وبنقول هو ربنا خلقنا ليه؟ في وسط الزحمة، في وسط القلق، في وسط المشكلات، في وسط الضغوط، احنا مش لاقيين نكفي يومنا، وبنقلق وبنشك. ربنا قال انه ليكن فيكم فرحي وفرحي كاملا، وبرضه بنشك. نصدق في مواعيد الله اللي هو بيقول لنا النهاردة لا تخافوا. نقطة تانية في حياة القديسة لوتشيا هي الصورة اللي انتوا دايما بتشوفوها، انه عينيها موجودة على طبق، بس الحقيقة التاريخية بتقول لنا ايه؟ ان هي تعرضت الى عذابات رهيبة، وفي النهاية اقتلعوا عينيها. برغم ذلك لم تفقد الإيمان، تمسكت بالإيمان تمسك رائع جدا برغم كل العذابات دي. حتى في الآخر فقدت أهم شيء في الحياة، نور البصر. لما بنقرأ في المزمور إنه عندك ينبوع الحياة وبنورك نرى النور، هل بنصدق؟ هل بنصدق إن إحنا من خلال الله ذاته نرى كل شيء ببصيرة مختلفة؟ لا، هنشك. قديسة لوتشيا ما شكتش، ضحت بهذا الأمر عن طواعية في سبيل إن هي إيه؟ تكون شاهدة للمسيح يسوع. عشان كده أخواتي الأحباء، مش عايز أطول عليكم، لكن من خلال إنجيل النهاردة نتعلم إن إحنا لا نخاف، ونتعلم إن إحنا نثق كالأطفال، نثق في ربنا وفي مواعيده وفي كل كلماته اللي قالها لنا. ربنا أراد إن إحنا نكون موجودين، كن فرحا، فنصدق ده ونآمن به على مثال القديسة لوتشيا. في نهاية كلماتي عايز أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وللأطفال والأولاد كل سنة وانتم طيبين وبخير. ربنا ينعم عليكم بكل النعم الممكنة، وهو قادر على انه يكافئكم مكافأة أكتر بكتير ممكن تتخيلوا، متى صدقنا وعوده، متى صدقنا كلمته. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير.